هذا الحذاء الذكي تم تصميمه مؤخرا ليخبر صاحبه بالاتجاهات، وخاصة أثناء السفر، فيصدر هذا الحذاء اهتزازات محددة يعلم صاحب الحذاء من خلالها الاتجاه الذي يجب أن يسلكه. وهذه الأحذية الذكية تتصل بالأقمار الاصطناعية وتستخدم تقنية التوجه عن بعد GPS من خلال الاتصال بالهاتف الجوال، كما أنه يخبر صاحبه بأشياء أخرى. وتسعى الشركات إلى تطوير هذه الأحذية، وخاصة أن مثل هذا الحذاء يتصل مع الجوال بتقنية البلوتوث. لقد قامت الشركات مؤخرا بتطوير عدد كبير من الأحذية الذكية التي تخبر صاحبها بأمور تهمه، كأن تدل مريض ألزهايمر الذي فقد الذاكرة إلى التوجه الصحيح فتدله على الطريق بسهولة. فالذي فقد بصره يمكنه من خلال هذه الأحذية أن يعرف الطريق بشكل صحيح، وكأن الحذاء يتكلم أو يخبر صاحبه بأشياء تهمه، ولكن ليس كلاما حقيقيا بل يتكلم بطريقة إلكترونية. هذا الاختراع يبدو شيئا مألوفا اليوم بعد التطور المذهل للتكنولوجيا الرقمية والاتصالات، ولكن هل يتصور أحد بأن مثل هذه الاختراعات كانت ممكنة ويمكن تخيلها قبل أكثر من 1400 عام؟ دعونا نتأمل هذا الحديث النبوي الشريف. روى الترمذي وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، وحتى يكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله، ويخبره فخذه بما يحدث أهله بعده. وعذبة السوط أي طرف السوط، والمعنى أنه يكون في آخر الزمان شيء يجعل في السوط أو في العصا أو نحو ذلك، يترتب عليه حفظ كلام الأهل، وهذا كمسجلات الصوت الصغيرة التي وقعت الآن، فقد تجعل في السوط، وقد تجعل في العصا، وقد تجعل في ساعة صغيرة في البيت، وقد يجعلها الإنسان في عضده فيحفظ كل شيء. كل هذا واقع الآن، فإذا جعل المسجل في محل في البيت عند أهله وحول أهله سجل عليهم كل ما يقولون. وأما الفخذ فقد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وسيقع، لم نسمع به الآن، ولكنه في آخر الزمان يقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم.